السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل أكلة كلنا بنحبها اللي هو سمك السنجاري. اشترينا سمكة واحدة أروس وهنعمل لها حشوة، والفيديو ده إهداء لأختنا سلوى رحمة الله عليها، وندعي لها إن ربنا يغفر لها ويرحمها ويعني يدخلها الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء، ونحسبها شهيدة عند الله. اللهم اجمعنا بها يوم القيامة. تعالوا نشوف كده السمكة شكلها ايه، يعني نبدأ الفيديو من الآخر للأول، هنشوف شكلها بعد ما طلعت، وبعد كده نبدأ نتكلم معاكم في المقادير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السمكة هتطلع معانا في الآخر بالشكل ده، وتعالوا نتعرف على المقادير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معانا أول مرحلة طبعا في السمك السنجاري، بنعمله على مرحلتين. المرحلة الأولى هي تتبيلة السمكة زي ما احنا هنشوف دلوقتي، المرحلة الثانية هي الحشوة اللي هتتحط على السمكة. تمام، خلينا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نضفنا السمكة زي ما احنا شفنا كده، وعندنا ديت البهارات بتاعتنا، البهارات كمون وكركم وبابريكا وملح، وعندي ليمونة. هبدأ في البداية الأول الليمونة، هعصرها. نعصر وبعدين نشيل البذر الرحم اللي نزل مننا ده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وربنا يرحم أختنا سلوى رحمة واسعة، رحمة يتعجب منها الخلائق. تاني حاجة اهو هنبدأ بقى نقول كده، أنا عندي زي ما قلنا كده التمليحة بتاعته أو البهارات بتاعة السمك زي ما احنا قلناها، وهنبدأ نقول بسم الله كده، هنرش وندلك في نفس الوقت. ممكن نحط للغويين الشطة، ممكن يحط شطة مع البابريكا، بس لازم يحط بابريكا علشان البابريكا هي اللي بتدي روح وطعم وتيست عالي للسمك وخاصة السنجاري. زي ما شفنا كده خلاص احنا هنبدأ نحطها في الفرن. انا مولع الفرن ومجهزه، وعلشان نخش بعد كده في موضوع الحشوة اللي هتتحط مع السمكة او فوق السمكة، هنروح نحطها في الفرن ونرجع لكم علشان نوريكم الحشوة هتبقى ايه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دلوقتي هنروح للحشوة بتاعة السمك. عندي جزر مبشور، عندي طماطم مقطعة زي ما احنا شايفين كده، وفلفل ألوان أصفر وأحمر، وعندي بصل وتوم، وطبعا هنحط المادة الدهنية بتاعتنا زي ما احنا عايزين، بس يفضل تكون زبدة. هنروح دلوقتي نعصج الحاجات دي مع بعض. هننزل بالبصل الأول مع التوم، وتعالوا هنشوف هنعمل ايه، بعد كده نضيف على السمك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. زي ما احنا شفنا كده نزلنا الزبدة بتاعتنا والتوم والبصل، هنعصجهم وبعدين ننزل بالباقي. انا دوبك عايزين نمسك ايه 10 دقايق على النار مش اكتر، عشان تكون خدت نص سوا، على كده نحطها مع السمكه تدي طعم وتست عالي كده. خلاص هنبدا نحط الطماطم ونديها تقليبه كده، وبعدين ننزل بالجزر علشان ياخد برضه نص سوا معايا، واخر حاجه نحطها هو الفلفل الالوان. نبدأ نضيف البهارات، نفس البهارات اللي احنا حطيناها في الأول، بالإضافة إلى الفلفل الأسود فقط لا غير، بل مختلف معانا المرة دي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. آخر تكة معانا هي الفلفل الألوان، هنضيفه وبس نشوحه تشويحة كده لمدة دقيقة، وبعد كده هنضيف على السمك، ولما السمكة تطلع هنوريها لكم بشكلها الجميل.
وبكده هو طلعنا السمكة من الفرن. ممكن ان احنا لو حبينا نحمرها اكتر من كده بنحمرها، لكن هو ده السوى بتاع السمك اللي احنا دايما كلنا بنحبه. ده طبعا صاج احنا عاملينه للفرن مخصوص علشان بيتحمل وكده. وبكده وصلنا لنهاية حلقتنا، ولا تنسوا الدعاء لأختنا سلوى بالرحمة والمغفرة، وأن يجمعنا بها يوم القيامة، أن يجمعنا الله عز وجل بها يوم القيامة في جنات ونهر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.